أستأذن الآن السيد الرئيس كي ندعو المتحدثين لبدء جلسة الحوار. فليتفضل السادة المتحدثون وأدعوهم الآن سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سيادة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، سيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، السيدة إيمان أبو غزالة أمينة أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، الدكتور أحمد علاء الدين الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن، السيدة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن أيمن الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة إديوكيتلي. نحن سيداتي وسادتي، نحن سيد الرئيس نثق في شعبنا، نثق في شبابنا، فهؤلاء بحيويتهم وإبداعهم وصلابتهم لا توقفهم الأزمات، بل هم يوقفون الأزمات، أو هذا على الأقل هو ما نتمناه منهم. نحن نعول عليهم، هم شبابنا قادة الخروج إلى النهار، خروجنا وخروجهم هم. قبل أن أبدأ الحوار أستأذنكم في أن نمنح الأستاذة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة دقيقتين تحدثنا خلالهما عن كواليس فيلم المشوار. شكرا لحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على حضراتكم. من سنة ونص تقريبا يا فندم بدأنا نلف الجامعات، كان نفسنا نعرف الشباب ايه اللي بيحصل في مبادرة حياة كريمة على الأخص وفي بقية المبادرات. فتحنا باب التطوع وسعينا اننا نتواصل بشكل مباشر مع الشباب والنشأ كمان. في شباب جات لنا وفي ناس احنا رحنا لهم برجلين، ولقينا الحقيقة ان الشباب كله متشابه في أحلامه وطموحاته وأفكاره الطيبة. يمكن ان الخلاف الوحيد هو على مدى رؤية الواقع، والمدى هنا نقصد بها المدى يعني المساحة وفلسفة ترجمتنا كمان للواقع. فبدأنا نقاشات سوا وفي كل المحافظات فعليا، ولقينا ان في 360 درجة لكل موضوع، وان اقصى رؤية للفرد تقريبا 90 درجة. يعني احنا فاقدين ل 290 درجة مش شايفينهم، يعني في اربع وجوه لكل حقيقة احنا مش شايفينها. في اللحظة دي احنا حسينا ان احنا الحل هو ان احنا نتكلم ونقعد كلنا في مكان واحد ونبدأ نتناقش ونتبادل المعرفة، لان احنا عندنا كتير نحكي، وعندنا على قد الكتير ده تحدي كبير جدا اسمه تحدي المعرفة. ولو حضرتك تسمح لنا، احنا كمان اكتشفنا ان احنا يمكن قليل من الارض يكفي لكي يعني نلتقي كلنا في سلام. فهي ديات اللي احنا لقيناه جوه الجامعات، ومن هنا استوحينا فكرة 360 درجة، وهي فكرة الفيديو بتاعنا. أشكرك سيدتي شكرا كريما جزيلا. في البداية أحب التأكيد للسادة المتحدثين على الالتزام بالدقائق الخمس الممنوحة لكل واحد منكم. الوحيد الذي يمكنه أن يمنح الاستثناء طبعا هو السيد الرئيس، اتفقنا أليس كذلك؟ عظيم. سنبدأ بسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار، تلاحقنا أو على الأقل تسكن وعينا فكرة أننا نبدأ الحوار ثم ننفعل ونحوله إلى شجار، ما هي تجربتك في إدارة الحوار الوطني؟ يعني دعني أختلف معك قليلا. تجربة الحوار الوطني كشفت عن أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما نحن مختلفون فيه. لكن إمتى اكتشفنا الكلام ده؟ اكتشفنا الكلام ده لما بدأنا نسمع بعض. لما بدأنا نسمع بعض عرفنا أن ما يجمعنا كثير، ودينا نفسنا فرصة نفهم بعض. فخامة السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم جميعاً. شرف كبير أن أستعرض في دقائق محدودة ما جرى ويجري في الحوار الوطني بعد إذن سيادتك. البداية زي ما كلنا عارفين كانت من إفطار الأسرة المصرية في إبريل سنة 2022
عندما وجهتم سيادتكم الدعوة الكريمة المستنيرة لجميع القوى السياسية الشبابية والحزبية في دعوة شاملة جامعة تشاركية لترتيب أولويات العمل الوطني، وهذه الصورة كانت لا تفارق جلسات الحوار الوطني. لكن لازم نسأل نفسنا سؤال، لماذا إبريل 22 مش قبل كده؟ الحقيقة أن أي منصف يجب أن يعرف أن الدولة المصرية منذ 2011 كانت تعرضت لتحديات جسيمة جدا، وأنا يعني بسميها حتمية مواجهة الإرهاب واسترجاع الأمن، حتمية تأسيس وإعادة تأسيس واستعادة أركان الدولة وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، حتمية بناء الاقتصاد والبنية التحتية. لا تحدثني عن أي سياسة أو أي حوار من غير أمن، من غير مؤسسات دستورية، من غير اقتصاد وبنية تحتية. الحوار الوطني جاء في توقيته وفي ترتيب أولوياته السليم. إذا عشان ألتزم بالوقت المحدد ليا، إذا حبيت أستعرض بسرعة المحطات التي وقف فيها الحوار الوطني: دعوة سيادتكم الكريمة في إبريل بإطلاق الحوار الوطني، إعلان المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، زي ما حضراتكم شايفين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 20 عضواً من مختلف التيارات والانتماءات السياسية، عقدنا جلساتنا، تم اختيار مقررين ومقررين مساعدين، تم تحديد الموضوعات والشواغل، بدأ حالة الحوار تروح لباقي محافظات الجمهورية، انطلقت الجلسة الأولى في 3 مايو وكانت جلسة شديدة التنوع في الحضور وفي الأفكار، حضرها كل مكونات المجتمع المصري لتبدأ رسمياً في 14 مايو الجلسات العلنية. سيادة الرئيس، إذا حبيت برضو ألخص بسرعة على مستوى مجلس الأمناء، فمجلس الأمناء مكون من 20 عضو، عقدوا 25 اجتماع، بذلوا 250 ساعة عمل كمجلس أمناء و 2000 ساعة عمل كأمانة فنية التي أشرف برئاستها، تم اختيار 44 مقرر ومقرر مساعد، تم تقسيم العمل على أساس 3 محاور: محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي، من خلال 19 لجنة ليناقشوا 113 قضية هي التي تمثل الشواغل والتحديات للمجتمع المصري، وليس لدى مجلس الأمناء ولا لوائح المجلس ما يمنع من إضافة أي قضايا جديدة تكون مستجدة. وأذن لي سيادة الرئيس أن أتقدم بالشكر في هذه اللحظة لزملائي أعضاء مجلس الأمناء والسيد المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان على الجو الإيجابي اللي احنا قضينا فيه الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه. لولا هذا التفاهم، لولا محاولة الجميع خلق المساحات المشتركة، ما كانش الموضوع ده ممكن ينجح. على مستوى الجلسات العلنية، فإحنا عقدنا 31 جلسة بإجمالي مناقشة 50 موضوع، حضرهم كمناقشين وحضور 2600 مشارك ممثل منهم 65 حزب. شرفنا بالحضور 16 سفير وممثل لمنظمة أجنبية بحضور 266 وسيلة إعلامية. إذا كان من معايير نجاح أي حوار وطني أنه يكون شاملاً، ويقاس الشمول بعدة معايير: يجب أن يكون شاملاً جميع الفئات العمرية، يجب أن يكون شاملاً المرأة والرجل، وأيضاً يجب أن يكون شاملاً جميع القطاعات الجغرافية. سيادة المستشار، انتهى الوقت. شكراً جزيلاً. طيب يعني أكمل الفكرة. طب استنى بس، استنى بس. طبعاً يا فندم طبعاً، لكن إحنا اتفقنا إنه حضرتك الوحيد القادر على منح الاستثناء. سنة وشوية بيتعذب هو والمجموعة في جلسات وعمل يعني ممتد يعني، فهو مش هيقدر أبداً
في خمس دقايق يغطي كلها. أوامرك يا فندم. لا مش أوامر والله، خلينا بقى حوار بقى، مش بدي كلمة حوار، اديله فرصة. اتفضل. شكرا يا سيادة الرئيس، يعني لا تحرمنا هذا الشرف أرجوك يعني. طيب شكرا سيادة الرئيس. 40% من المرأة من المشاركين كانوا مرأة في جلساتنا مقابل 60%، لكن جلسة الوصاية على المال شاركت فيها المرأة بنسبة 60%. بالنسبة للفئات العمرية بتاعتنا 18% واقعون من 26 ل 35 سنة، 40% من 36 ل 50 سنة، 20% أكبر من 60 سنة، ودائما كنا حريصين على أن نمثل الفئات العمرية من 12 ل 18. ده على مستوى الشمول النوعي والشمول الجغرافي. على مستوى الشمول الجغرافي كل محافظات الجمهورية كانت بتشارك كلها، لكن الأعلى مشاركة كانت هذه المحافظات: 30% القاهرة، 10% الجيزة، 6% اسكندرية وقليوبية، و 5% غربية. طيب أعلى لجان من حيث أعداد المشاركة، المفاجأة كانت لجنة التعليم، أكثر لجنة في طلب مشاركة وفي حضور، يليها لجنة حقوق الإنسان، يليها لجنة الأحزاب السياسية، ثم التمثيل النيابي ومباشر الحقوق السياسية، ثم الأسرة والتماسك المجتمعي. ماذا ناقش الحوار الوطني على المحور السياسي؟ في قضايا كانت محل توافق، محل توافق واضح الاتجاه ان احنا رايحين في توافق، لكن في قضايا لا تزال قيد المناقشة. على المستوى السياسي ناقشنا المجالس الشعبية المحلية والنظام الانتخابي، ناقشنا ايضا قانون حرية تداول المعلومات والاحزاب السياسية ومشكلات التعاونيات. على المستوى الاقتصادي ناقشنا برامج الحماية الاجتماعية، السياحة، اولوية الاستثمارات العامة، توفير مستلزمات الانتاج في مسألة الزراعة وتوطين الصناعة. في المحور المجتمعي ناقشنا مسائل الوصاية على المال والحالة السكانية، الهوية المصرية، والتعليم قبل الجامعي، وتم عقد لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون شرف الحوار الوطني وشرفت إدارته بتوجيه سيادتك الكريم بأنه يحال من الحكومة إلى مجلس الأمناء للتداول فيه ودراسته. لكن على المستوى السياسي يجب أن ندرك أن الحوار الوطني نمى قدرتنا على إدارة الاختلاف، نمى لغة الحوار بيننا، أحدث حراكاً إيجابياً على مستوى الحياة السياسية، استفاد الكثيرون من تفعيل لجنة العفو وخرج الكثير من المحبوسين، كما استخدم السيد الرئيس مشكوراً سلطته الدستورية في العفو عن بعض العقوبات. أيضاً استقبلنا مئات المشاركات وخلقنا حالة مجتمعية داخل كل مؤسسة. مئات الألاف، هو 180 ألف بس التوتر معلش. طيب، أيضاً الحوار الوطني كشف عن تقديم كوادر سياسية جديدة، أفكار جديدة، رؤى جديدة، وليس أدل على ذلك من أن في كتلة كاملة تكونت أثناء الحوار وسميت بكتلة الحوار. الحوار الوطني من أهم النتائج المترتبة عليه أن احنا أصبح لدينا وعي أكبر وتفصيل وفهم أعمق للمشاكل بتاعتنا، وده ما كانش ممكن إلا بتوفير المعلومات والمناقشة الجادة فيها. لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة للأمام بغير الإرادة السياسية والدعم الصريح والكامل. سيد رئيس الجمهورية كان في كل مناسبة حريصاً على أن يثبت هذا الدعم. في مطالبة مجلس أمناء الحوار لسيادتكم استجبتم بمنح المواطنين منحة استثنائية في الحماية الاجتماعية في أغسطس، دعم التموين، ثم أيضا الاستجابة المتميزة السريعة للتنبيه لمسألة الإشراف القضائي وتوجيه سيادتكم بسرعة دراسة هذه المسألة. سيادتكم وجهتم كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية، وأخيراً إحالة سيادتكم لمشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لمجلس الأمناء لمناقشته. حابب أن أنا أقول أن السلايد دي
سلايد صريحة شوية. إحنا كنا في الأمانة الفنية بنعمل قبل كل جلسة استبيانات، وكنا بنسأل الناس دون أن نطلب منهم إن هم يقدموا أسماءهم، هل عبرت عن رأيك في جلسات الحوار بحرية وصورة وبصورة كاملة؟ كانت الإجابات 83% نعم، 13% إلى حد ما، و4% لا. هل كم كان عدد المشاركين سيادة المستشار؟ بيتغير من جلسة لجلسة، لكن هم يعني بالألف. نتحدث عن الألف. لا، لأن أنا ده استبيان إلكتروني. نعم. تمام؟ السؤال الثاني اللي كنا بنطرحه، هل ترى أن ما يتم تداوله وطرحه في جلسات الحوار الوطني يعبر عن اهتمامات الشارع المصري ويعكس آراؤه؟ إحنا صرحاء، 60% قالوا يعبر بشكل كامل، 38% يعبر بعض الشيء، 2% لا يعبر في بعض القضايا والآراء. طيب، الحوار الوطني زي أي مشروع، زي أي فكرة، بيكون ليه مؤيدين وبيكون ليه مناهضين ومشككين. ففي الجزء ده هنستعرض الشائعات التي تعرض لها الحوار الوطني. أول شائعة، جلسات الحوار الوطني ستار لتغطية مشاركة الإخوان. غير صحيح. من أول يوم استبعد كل من تلوثت يده بالدماء، استبعد كل من لم يحترم الدستور المصري، استبعد كل من تسبب في الألم في يعني للشعب المصري، فهذه فرية وإشاعة كاذبة. مجلس الأمناء مكون من 20 عضوا، ولا يوجد من بينهم من يمثل المعارضة، أي أن الدولة تحاور نفسها. غير صحيح. مجلس الأمناء يضم كل التيارات وكل الفئات. لا أتصور أن وجود الأستاذ كمال زايد، لا أتصور أن وجود النائب أحمد الشرقاوي والنائبة أميرة صابر وغيرهم في مجلس الأمناء يعني معناه أن الدولة بتحاور نفسها. الأحزاب السياسية سوف تنسحب من الحوار الوطني لعدم التمثيل الكلي. لم نسمع عن حزب واحد انسحب، بل إنني يا سيادة الرئيس أقول صراحة أمام سيادتكم أننا نعاني من تنظيم الحضور بسبب كثرة الطلب، ومش عاوزين نزعل حد. الناس كلها عاوزة تيجي الحوار الوطني، وإحنا مش قادرين نزعل حد. كل الناس عاوزة تيجي تشارك في الحوار الوطني. الحوار الوطني أقيم كواجهة إلى حين انتهاء أعمال مؤتمر COP27. الحمد لله COP27 عقد وأنجز على أعلى وجه وأعلى مستوى، وإحنا فعلا كنا عاملين كده عشان كوب. يعني ده هي أصلا الجلسات لم تبدأ إلا بعد كوب. آخر إشاعة، أعضاء الحوار الوطني يتقاضون 20,000 جنيه في الجلسة الواحدة. والله يا فندم ولا 20 قرش حتى. طيب، ماذا بعد؟ هل الحوار الوطني كإجراءات مستمر أو منتهي؟ هنعمل إيه؟ إحنا في إدارة الحوار الوطني مستقرين على إن التمييز ما بين حالتين. الحوار كإجراءات هنكمل الجلسات بتاعتنا، وهنتشرف برفع مخرجاتنا لسيادتك لتقرر فيها وجه الوطن، وجه صالح الوطن. لكن الحوار كحالة نتصور أنه من المهم أن يستمر الحوار، لكن في النهاية دعني لا أتجاوز قدري، فصاحب الدعوة موجود وهو أقدر على الإجابة إن أراد. طب خليني أنا بشكرك الأول معالي المستشار محمود، وأقول لك إن كتير من الجلسات أنا كنت يعني معلش أنا هاخد دقيقتين و... يا فندم معلش إيه؟ لا معلش حوار ما ينفعش ف... وشفت الكلام الجميل اللي كان بيتقال يعني من الدكتور علي لما كان ماسك المحور السياسي، وإزاي كان بيتكلم على إن إحنا ياريت كنت أنت جبت بعض الفقرات اللي تم تداولها وكانت واضحة قوي على قد إيه حجم التفاهم وحجم ال مش الخلاف، مش الاختلاف. وماله؟ ما احنا عاملينه ليه؟
عشان نتكلم وكل واحد يقول وجهة نظره ليه في النهاية بتستهدف الوطن، مش كده؟ بتستهدف مصلحة الوطن طبعا. محدش مننا يقدر يقول إن أنا بس اللي أمتلك مصلحة الوطن صحيح. لا ما ينفعش، كلنا نمتلك بلدنا وكلنا مسؤولين عنها، محدش يقدر يتهم حد لا بالخيانة ولا بالعمالة ولا حتى بالجهل. لكن ممكن نقول يعني محتاجين ننظم ده، وأنا عشان كده أقول لك إن الحوار كحالة إحنا محتاجين إنها تستمر، دي نقطة. النقطة التانية المخرجات اللي أنتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، اللي داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون أنا هصدق عليه. طب اللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان، على إيه؟ تروح للبرلمان هو يعني يتحرك فيها. لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة إن إحنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات، أنا بقول لك قدام الناس كلها أنا حمضي عليها دون قيد أو شرط. شكرا. طالما إنها داخل حاضر داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا طبعا، ثم اللي خارج ده هتحل البرلمان يتحرك فيها بالشكل اللي المناسب كهم كممثلين للشعب المصري. أنا كده رديت على المطلوب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وافر الامتنان لسيادة الرئيس. أدعو الآن سعادة الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار التي هي نفسها كما قال سعادة المستشار من الثمار النبيلة لحوارنا الوطني. أدعوه ليلقي كلمته، لكنني أحب أن أسألك أولا يا دكتور باسل عن حال السياسة في الحوار، وهل تنصت الحكومة، هل تنصت الدولة للأصوات المعارضة؟ هل تتعامل معها بجدية؟ تفضل. يعني بالتأكيد ردي على السؤال حالة مبشرة جدا وانفتاحة سياسية وانفتاح للمجال العام، ويعني إطلاق الحوار الوطني. الحقيقة أنا كنت بعيد عن السياسة حوالي 7-8 سنين بإطلاق السيد الرئيس إشارة البدء في الحوار الوطني، أنا رجعت للسياسة وبقت فيه كمان كتلة الحوار. اسمح لي سيادة الرئيس أن أوضح في كلمتي ما هي كتلة الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم. أتشرف بأن أقف أمام سيادتكم الآن ممثلاً لكتلة الحوار، ذلك الكيان السياسي الذي ولد من رحم الحوار، مساحات مشتركة أسس لها الحوار فأنبتت كتلتنا. كتحالف سياسي ليبرالي الهوى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، تألف تحالفنا من قامات برزت في الحوار وجلساته وعلى ضفافه أيضا، فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين من أبناء شعبنا العظيم. ما جمعهم أنهم يدركون صعوبة الواقع وتحدياته، ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته. تحالف يؤمن بالفكر وقادته، ويقدس آمال رجل الشارع البسيط. تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد. فنحن معارضة موضوعية لا تسعى أبداً لتسجيل النقاط، ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب، وأن نتفق الآن وليس غدا على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف. فنحن كتلة سياسية تتعاون لعلاج القضايا والتحديات بدلا من إلقاء التهم والشقاق. ننطلق من شرعية الدستور ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا. سيادة الرئيس ما يفوتنيش أبداً إن نحيي حضرتك على إنقاذ مصر في 30 يونيو من حكم فاشي تستر بالدين. نحن أبناء التراكم الوطني نؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي، نقف في مساحة بين الترصد
المغرض غير الموضوعي وبين التهليل المستمر. سيادة الرئيس والحضور الكريم، نحن جيل سياسي يدرك كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، فمنذ عقد مضى ومصر تعاني من أحداث وظروف استثنائية، ثورة 25 يناير و30 يونيو وما ارتبط بهم من استنزاف لطاقات الاقتصاد، إرهاب منظم دفعنا ثمنه من أرواح شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة، وباء كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، أزمات دول الجوار، ليبيا والسودان وسوريا وتداعياتها على الأمن القومي المصري، حتمية الإصلاح الاقتصادي والذي تأخر منذ عام 1977 وتم إنجازه بكل جسارة وشجاعة في عهد سيادتكم وغيرهم من التحديات الكثير. كانت هذه هي المحن، ولأن من رحم كل محنة تولد ألف منحة، فقد انغمست الإدارة في ثورة التعمير الشاملة وبنيت الدولة من جديد في جهد طموح وعمل دؤوب وشجاع لا ينكره إلا جاحد. وبالتوازي تطور سياسي ملحوظ طوال العامين المنصرمين، فعلى سبيل المثال رفع تطبيق حالة الطوارئ، تشكيل لجنة العفو الرئاسي وخروج أكثر من 1400 سجين رأي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إصدار وثيقة ملكية الدولة، بدء جلسات الحوار الوطني وغيرهم من الإيجابيات. هذا التطور السياسي لا ننكره أيضا، ولكننا ننتظر المزيد والمزيد. فالحرية السياسية وفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات حق أساسي سيادة الرئيس. قانون مباشرة الحقوق السياسية يكرس للتعددية السياسية والحزبية، ويكرس لحرية الاختيار ونزاهة الانتخابات. قانون أحزاب يتيح إصدارها وتكوينها، كما يراقب أيضا لوائحها الداخلية ويدعم نموها وانتشارها. قانون انتخابات المحليات وعقد الانتخابات المحلية في أقرب وقت. السماح للمجتمع المدني للعمل بلا قيود، فليس لدينا ما نخفيه. نريد إطلاق تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد والانسحاب للخلف لصالح القطاع الخاص، والتخلص من تركة العهد الاشتراكي التي أثقلت البلد. نريد أن ننطلق لاقتصاد السوق الحر بدون مواربة، فلقد ولى عهد القطاع العام، وذلك بالتأكيد مع الحفاظ أو على الحفاظ على حقوق العمال ومستقبلهم. فليس مهمة الدولة مزاحمة القطاع الخاص، بل توفير كل السبل لتسهيل مهمته في الربح المشروع وتسهيل الاستثمار وانتظار عوائد الضرائب العادلة. تحدي ارتفاع الأسعار سيادة الرئيس يتطلب تدخلا استثنائيا ولو لفترة مؤقتة حتى تنضبط الأسواق. نتطلع لإعلان نتيجة تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة، تمهيداً لبدء تعميم التأمين الصحي الشامل في كل ربوع مصر. الوقت انتهى يا دكتور. دقيقة واحدة. تفضل. دقيقة واحدة. تفضل. نتطلع لتوفير الاستحقاق الدستوري لموازنة التعليم ولو بشكل تدريجي، وتفعيل مبادرات أهلية لسد هذا العجز في التمويل. كل أمل سيادة الرئيس أيضاً في إنهاء ملف سجناء الرأي، وأن لا يأتي العيد إلا وكل سجين رأي بين أولادي. ختاما سيادة الرئيس والحضور الكريم، إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية لن تحل سوى بحيوية المجتمع، ولا سبيل للخروج سوى باستمرار العمل والتكاتف لكل القوى الوطنية، والعمل على وجود برلمان قوي يعبر تعبيرا حقيقيا عن التعددية السياسية والحزبية وعن كل آراء الشعب المصري وأوجاعه وآماله. برلمان يمارس الرقابة والتشريع دون وجل أو خوف، ولا يرضعه إلا صوت الجماهير وضميره. سياسة الرئيس، نحن في كتلة الحوار لا نسعى وراء ثورة أو تثوير، فنحن معارضة نسعى لرأب الصدع بدلا من تعميق وتوسيع الشرخ. نحن لدينا أوجاع سياسية من فترة مضت، ولكننا سنعمل لتحويلها لطاقة أمل لأيامنا القادمة. ختاما سيادة الرئيس، أطلقت سيادتكم شارة البدء للحوار الوطني، والذي استلهم نجاحه الكبير
من فتح المجال العام وتجلت التعددية السياسية والحزبية بين جنباته، وارتفع سقف الحوار لترتفع معه رأس النظام السياسي عالياً مستوعبة ومدركة لأهمية اللحظة التاريخية. وكأن الحوار جسراً يعبر بنا من مرحلة اضطرت فيها الدولة لاستخدام شرعية القوة لمواجهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة إلى قوة الشرعية والتي تنبع من نظام سياسي حقيقي وفعال. هكذا أرى الحوار جسراً يعبر من شرعية القوة إلى قوة الشرعية. فشكراً للعبور الثاني سيادة الرئيس، سيادة الرئيس وكل الحضور الكريم، كل الأمنيات الطيبة لبلدنا الغالية مصر، وكل الشكر والتقدير لسيادتكم. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً دكتور باسل، شكراً جزيلاً. يعني أخطركم أن سيادة المستشار محمود فوزي طلب الكلمة مجدداً، وأنا لا أستطيع إلا أن ألبي طلبه، فهو من قادة حوارنا الوطني. تفضل سيادة المستشار. سيادة الرئيس، يعني قد لا تتكرر هذه الفرصة كثيراً، وحتى لا أتهم بأنني أهدرت فرصة يعني مهمة، يعني أنا حابب أضع تحت بصر سيادتك أن لدينا في الحوار الوطني توافقاً وشيكاً أكيداً على ثلاث موضوعات. الموضوع الأولاني تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر المصرية. قانون قديم سنة 52 وضع في ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر، ونوقش بالفعل في جلسات الحوار الوطني، وهناك توافق واضح. طبعا مجلس الأمناء هيرفع المسألة دي لسيادتك، ولكن دي مسألة أولى. المسألة الثانية، يعني لدينا الاستحقاق دستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو بالمناسبة أيضا ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أي أن الدولة المصرية نفسها ترغب في إصداره. هذا محل توافق، ويجب أن يكون هذا القانون قانونا متوازنا يراعي مصالح الأطراف جميعا. النقطة الثالثة، تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز. هذه يعني أنا بتكلم في موضوعات يعني المفروض إن هي يعني ما فيش فيها إن شاء الله مشاكل خالص، أرفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها. الأمر بين يديك سيادة الرئيس. أنا قلت وبأكد مرة تانية، كل اللي ممكن أنا أعمله ثق إن أنا أحمله بما فيه الثلاث موضوعات اللي أنتم ذكرتهم، سواء ده كان داخل صلاحيات الدستور والدستور والقانون، أو إن إحنا نحل الموضوعات دي على البرلمان ويعني تاخد نقاشها وتطلع فيها. أنا ما عنديش مشكلة يعني، واطمئنوا، وده يعني مش توجيه، احنا هنعمل ده دلوقتي. اللي انت ثلاث موضوعات اللي انت اتكلمت فيها هذا سيضاف الى الدعم الكبير الذي يقدم من مقام الرئيس للحوار الوطني. صحيح. شكرا سيادة الرئيس. سيداتي وسادتي، يتطلب الخروج الى النهار إرادة تقهر الصعاب، تجبر الأزمة على التحول الى قدرة. هذا ليس كلاما إنشائيا، هذا كلام مأخوذ من تجارب شباب نعرفهم، بعضهم واقف على هذا المسرح. دعوني أرحب بالسيدة عهود وافي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وهي من هؤلاء الشباب، وبالدكتور عبد الرحمن أيمن، الشريك المؤسس لشركة إديوكيتلي للتعليم، وهو من هؤلاء الشباب الذين حولوا الأزمات إلى قدرات. سوف أبدأ مع الأستاذة عهود. أستاذة عهود، صححي لنا أولاً قبل أن تتطرقي إلى التجربة، صححي لنا ما لدينا من مفهوم قد يكون مغلوطاً، إنه العمل التطوعي في مصر يعني لا يلقى إقبالاً. بعافية حبتين، اتفضلي. يعني لو حضرتك تسمح لي، هو معرفتنا هي اللي بعافية حبتين، لأن الحقيقة إن أنا بدأت كمتطوعة من وأنا في خمسة ابتدائي. أنا كنت المدرسة كلفتني إن أنا أنظف المنطقة اللي حوالينا. فكرة التطوع دي بتنبع من أول المدرسة.
أنا بتشرف دلوقتي كمان إن أنا متطوعة في حياة كريمة، وإني كنت مش بس من الـ 1500 متطوع من شباب البرنامج الرئاسي اللي بدأوا ينطلقوا في كل المحافظات من أول ما حضرتك ما أطلقت سيادتك المشروع أو المبادرة بتاعت حضرتك كمان، لا إحنا كمان دلوقتي أنا بفتخر إن أنا كمان جزء من 300,000 متطوع في التحالف الوطني. الشباب اللي حضرتك قابلتهم النهارده في المحافظه دول مثال من اهل المحافظه، وحضرتك وهم بيبقوا كل محافظه حياتك بتقول بس ان نفسي حياتك تزورها، اول ناس عايزين يقولوا حاجه احنا موجودين، احنا بنطمن حضرتك ان احنا موجودين، احنا اللي هننزل واحنا اللي هنساعد الدوله وفي كل خطوه بتعملها في اطار التنميه. فده حاجه تشرفني ويشرفني ان انا افضل افكر نفسي طول الوقت ان انا بدات متطوعه، وده اللقب اللي انا دايما افضله ليا. وطبعا حضرتك عارف يعني انا يعني فكره تقدمنا ديت وازاي حلمنا بيتحقق هي مرتبطه دايما بايماننا من جوانا احنا مين وبنعمل ايه وفخورين بايه. عشان كده احنا فخورين يا فندم ان احنا جزء من خطه التنميه المتكامله لحضرتك وللدوله في الوقت الحالي. يمكن احنا في مؤسسه حياه كريمه ومع كل شركائنا في مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التحالف مقررين ان احنا نكمل بعض ونركز بالاخص على ملفين كبار، التمكين الاقتصادي والدعم الغذائي، عشان واحنا شغالين على خطط التخرج من الفقر نشتغل بشكل تكاملي على تحقيق العداله اللي مبني على مبادره حضرتك حياه كريمه. لكن وبنفس الثقل بنشتغل على التوازي على تعزيز مظله الحمايه الاجتماعيه. احنا من جوانا مؤمنين بدورنا ده، ولكن كمان مؤمنين بدورنا اللي نبع من زياراتنا للجامعات والاخواتنا اللي لسه في الجامعات، ان في دور توعوي مرتبط عندنا برهان الوعي اللي حضرتك دايما بتتكلم عليه ان احنا لازم نلعبه. عشان كده يعني انا يشرفني ان انا اقول ان احنا الفتره الجايه احنا هنكثف بقى فتره الاجازه والمصايف وكده، احنا هنعمل معسكرات للشباب، هنعمل معسكرات للشباب والنشأ كمان، نعمل زيارات ميدانيه لكل الحاجات اللي بتحصل في الدوله والانجازات اللي حضراتكم بتقوموا بيها والمواطن شايفها وحاسس بيها بس الشباب مش فاهم هي ليه وايه الفرق بين قبل وبعد. يعني هتعملي مشوار؟ هنعمل مشوار. لا وكمان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني متطوعين هنبدا نحط لهم مسارات، والمسارات ديت هتبقى بعد ما يخلصوا الدوره التدريبيه بتاعتنا في الاكاديميه الوطنيه هيبداوا ان هم ينزلوا. ممكن المتطوع يبقى دوره بس ان هو يصاحب المريض جوه المستشفى، جوه من باب المستشفى لغايه ما يعدي على العيادات البسيطه، ده دورنا يعني، ده دور المتطوع لغايه اكبر دور ممكن يقدر يعمله. عشان كده يا فندم احنا استلهمنا فكره 360 اللي عرضنا عليها اول فيديو، وعشان كان في كل فكرنا ان احنا ازاي نوحد كل الجهود اللي موجوده واللي لقيناها ووجهات النظر كمان اللي لقيناها عند الشباب في الجامعات وفي المتطوعين، ازاي نوحدها في مكان واحد، ازاي نلاقي اجابات لاسئلتنا اللي احنا كلنا بنتساءلها جوانا ولكن كل واحد من منظور صغير. وحقيقه احنا وصلنا لحاجه ان احنا ممكن ننقل الحقيقه ديت من خلال ان كل الاراء تبقى متجمعه ونؤمن انها كلها محتمله وكلها متكامله، واننا بيجمعنا كلنا مجتمع حيوي مبني على شباب اصلا، فليه ازاي ما نبقاش شايفين الصوره كامله. عشان كده لو حضرتك تسمح لنا نعرض الفيلم الثاني مع حضراتكم.